قوي، لانه المرض ده بالذات الناس ممكن تتعامل معاه، الواد ده الواد شقي شويه، الواد هايبر شويه، الواد ده، لكن هو مرض. هو مرض. نتكلم عنه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسكت وحضرتك تتكلم. العفو يا فندم. اتفضل يا دكتور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايز اناقش كام نقطه اللي هي اكتر تساؤلات بتيجي في بال الاهل لما اولادهم يبقوا اشقياء شويه. فالموضوع ببساطه شديده عايز اتكلم على الاعراض بتاعه المرض في عجاله، وعايز اقول ملحوظه مهمه جدا، الا وهي ان ناس كتير بتستسهل تشخيص المرض. فلو قلنا ان المرض مثلا 10 درجات، اول درجتين ثلاثة مقبولين مفيش فيهم مشكله، اول ما اي طفل يصاب باول درجه او حتى وهو طبيعي بس شقي شويه، الناس المحسوكين من الاهل واللي بيطلعوا يعني يجروا بيه على دكتور ويشخصوا المرض ويبتدوا يدخلوا ادويه للاطفال، في حين ان المرض بيبقى بسيط او هو المفروض ما يتشخصش لان دي شقاوة عادية بتاعت العيال. فاحنا نوفر احسن هم وحمل الدواء على الاطفال لو هو مش محتاجه. انت بتتكلم في خطأ طبي مش خطأ انساني، مش اب وام. ما هو انا اصل الموضوع ده انت رحت في السكة بقى عشان بس نحدد المسائل. يعني انا ابني حسيت انه الحكاية هيبارة شوية زيادة فرحت للدكتور وده عمل كويس صحيح، ده عمل كويس، انما بقى ممكن يكون الدكتور يعني علمه قليل فيورطني. ممكن مش هقدر اقول علمه قليل لانه في ابحاث قالت ان المرض ده في العالم كله اوفر ريتد. اوفر ريتد يعني يعني بنشخصه بس زي ما اقول لحضرتك مثلا انا مقريف شويه وقعد مع حضرتك تقول لي انت عندك اكتئاب روح للدكتور الفلاني، رحت للدكتور الفلاني راح مديني لستة ادويه للاكتئاب وانا اصلا كان عندي مشكله ما في حياتي عملت لي شويه اريافه، اعراض اكتئابيه ولكنها نسميها كده لا ترقى لمستوى تشخيصي. تمام، يبقى عندنا مسموح بالخطا الطبي يعني مسموح. يعني ولذلك احنا ما بقيناش مش مسموح يعني موافقين عليه، يعني حاجه ممكن تحصل يعني ممكن بس هو الدخول في ادويه بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي في الأطفال خطر، بنبقى حذرين فيها. ما هي خطر، ولكن احنا لما بنيجي نكتب دواء بنشوف فائدة الدواء مع المضاعفات بتاعته أو تأثيره السلبي. ما هو مفيش دواء في العالم ملوش أثر جانبية طبعا. قاعدة كده طبعا، زي بقى زي اي حاجه تانية. لو انا اكلت حته لحمه زياده في العشاء لا معروفه يعني رشدت بتاع الورقه بتاعت الدواء دي مظبوط. فاحنا بنقيس والله الدواء ده اعراض المرض قد كده، لازم يكون تاثير الدواء والنفع مجتمعين اهم واعلى من المرض، فيسيطروا على المرض فالمريض او الطفل يعيش حياه افضل بس يستحمل شويه الاذى بتاع العلاج. تمام. علاجات فرط الحركة وتشتت الانتباه، العلاجات الرئيسية فيها أدوية شديدة يعني أمفيتامينات، مواد إدمانية، مواد خطر قوية بنديها لما يبقى الطفل محتاج. يعني لو الطفل ما خدش الدواء ده مش هيعرف يكمل في المدرسة والأهل مش هيعرفوا يعيشوا معاه حياة طبيعية. طب نرجع بقى نقطة أساسية، بالتالي أنا عندي طفل الحركه بتاعته زياده شويه، امتى اروح للدكتور؟ روح للدكتور لما ابقى حاسس ان ابني بالنسبه للي قده في السن بيتحرك اكتر فبيعمل مشاكل اكتر، يسموهم كلامز، يقعد يخبط طول ما هو ماشي ويوقع حاجات ويتلسع في البوتاجاز ويخبط رجله في حرف مش عارف ايه على طول باستمرار، ده فرط الحركه. مش مره كده؟ لا مش مره. الطبيعي ان الاولاد بيتعلموا بانهم بيجربوا. هي الحتة دي شائكة، أنا نفسي أبسطها. ياريت تبسطها. أولا المرض شقين، شق فرط حركة يعني بيتحرك كتير وكتير يعني كتير يعني بعشوائية، من أول ما يقوم من النوم يدخل ويطلع ويتحرك بيخبط ويوقع حاجات منه ويمسك حاجة يكسرها ويقطعها وما يعرفش يحافظ على حاجته ولا يميز ويخرج بالبيجامة، وأدي فرط الحركة. وتشتت الانتباه، تيجي تبص في عينه وتكلمه ما يكملش معاك وقت يسرح في حاجة تانية، أو لو هو بيتكلم تلاقيه بينط من موضوع لموضوع لدرجة أعلى من المتفق عليه بين أقرانه بين اللي في سنه. تمام، درجة ملحوظة. عايز أوجه رسالة بقى للأبهات والأمهات المحسوكين اللي عندهم درجة من الوسواس، نسميهم perfectionists، عايزين كل حاجة مظبوطة. الناس دول لو ربنا أكرمهم بطفل أو طفلة
عندهم شكل من أشكال فرط الحركة بيعذبوا الولاد، بيعذبوهم يعني، بيزودوا مرض العيال يعني، ما يقبلوش، ما عندهمش فكرة إن الولد لازم يروح ويجرب ويخبط علشان يكسب مهارة التعامل مع الحياة عشان يختبر الواقع. الحاجة التانية المهمة قوي اللي عايزين نبقى يعني عايز أتكلم عليها، ألفت نظر السادة الكرام المشاهدين، إن المرض ده بيجي في سن كبير ساعات، أو ساعات لما بيجي وحد صغير بيكمل معاه لما يكبر، فبيتسبب في شكل من أشكال الفشل للكبار خلاص في السن، وما بيتشخصش يعني، ساعات ما يتشخصش وإحنا صغيرين، أو يفضل الرجل ماشي أو البنت ماشية في الحياة مرتبكة وبتربك اللي حواليها. الله يفتح عليك. ونقول عليها بقى الكلام ده كتير، دي مجنونة، دي مش عارف، مش مركزة. الله يفتح عليك. تمام. فبتلاقي ان البني ادم ده بيقدر امكانياته تؤهله انه يبقى في المستوى ده الاجتماعي والوظيفي وكذا، يفضل عايش على ليه، بينط من حاجه لحاجه، ما يعرفش يفضل محافظ على، في حاجه اسمها attention span، الانتباه بتاعه ما بيقعدش على حاجه فتره طويله. حاجه تانية اللي نعرف بيها المرض ده عند الصغيرين والكبار، المريض ده ما يعرف اللي متشخص بقى عنده فرط حركه بالمناسبه احنا بطلنا يعني، انا شخصيا بطلت اشخص بالحس الاكلينيكي من الكلام المرض ده يعني، لازم احول على الاخصائيين النفسيين اللي بيشتغلوا معانا يعملوا اختبارات بعينها بحيث يطلع لي درجه. تعمل زي دراسه يعني، اختبار يعني، منهج اكنه اشعه، في منهج. أيوة. في منهج علشان اقرر هدخل لطفل عنده 5-6 سنين دواء ولا لا، يعني مسؤوليه كبيره. ومن طبعا ومن الأدوية زي ما قلت لسعادتك حاجات خطر تتكتب لو حد محتاجها، إنما كتير بتتكتب بدون داعي. أو خلينا نقول إن في ناس بتصرفها بدون داعي، وفي أدوية آمنة، ومع ذلك الأدوية الآمنة للمرض ده برضو ليها تأثيرات سخيفة جدا، منها مثلا اضطرابات قوية في الجهاز الهضمي إلى آخره، وبتعمل اكتئاب. يبقى المريض بيتعالج من مرض وبعدين بتدخله في مرض تاني. عشان كده بقول لحضرتك اللعبة بيبقى فيها عايزة حكمة شديدة شوية في دخول الدواء ده.